اهلا وسهلا اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندي لكم واحد البرنامج زوين بزاف. كنت هضرت لكم شحال من مره على البرامج الشماليه، المناطق الشماليه والريفيه، وهاد المنطقه في مانيتوبا وطالبه بزاف ديال المهاجرين بواحد الشروط سهله سهله جدا، انه يكون عندك الدبلوم ديالك على حسب التخصص ديالك من جميع المستويات، ويكون عندك خبره ديال سنه فقط، وبطبيعه الحال تصاوب واحد السيفي مزيان. غنشوف معكم هادشي كلشي في السيستم، كيفاش تدخلوا تحطوا هذوك الوريقات ولي دوكيمون اللي طالبين. وهاد المنطقه هي براندن في ولايه او مقاطعه مانيتوبا، وهي اكبر فيل او يعني منطقه في مقاطعه مانيتوبا، وطالبه بزاف ديال المهاجرين، ودايره البروغرام ديالها سي ان بروجي بيلوت ديميغراسيون ديال لي زون نورديك ورورال. وهذا البرنامج راه بزاف الناس كيجيو على الطريق ديالو، فبطبيعه الحال كيبقى السيفي والخبره اللي طالبين لك سنه واحده في خبره في الثلاث سنوات الاخيره. واخا ديك الخبره سنه تكون عندك معاهم، يعني ماشي مشغل واحد او جوج ثلاثه، المهم هما عندهم هو العدد الساعات 1560 ساعه ديال الخبره ديالك. واللغه حتى هي بطبيعه الحال على حسب الوظائف. واللي زوين في هاد البلده اللي تابعة مقاطعة مانيتوبا انه حاطة لك المشغلين والوظائف والمهن، وانت كتدخل ديك المهنة وكتبوستولي، ملي كتاخد الموافقة ديال المشغل كتدفع على هذيك لا كوميونيتي وكتطلب يعني لا ريزيدونس بيرمانونت هنا في كندا. وهذا برنامج سهل بزاف، عاد وكاينين بزاف ديال المناطق في عدة مقاطعات كيف قلت لكم. وهذا البرنامج غادي يبقى خدام حتى سنة 2024 فبراير 2024، فانتم عندكم الوقت باش توجدوا الوريقات وتدفعوا لهم. وراه سهل، كتكري واحد الاكونت في السايت ديالهم، كتحط السيف وهذا، وكتشوف المشغل كتصيفط له الوريقات ديالك ديال المشغل. المهم المشغل يكون في هذيك المنطقه، وهما لا كوميونيتي ديالهم كتصل بك، لانه ملي كتحط السيفي اي مشغل يا اما انت تتصل بالمشغل ديريكتومون، او لا تحط لهم السيفي ديالك بالخبره بالشغل اشنو كتشتغل، الوثائق ديال اللغه الفرنسيه او الانجليزيه. بالحق السيفي خصك تحطو لهم بالانجليزيه، وكنأكد لكم على السيفي هو مفتاح ديال الشغل. فهاد منطقة براندن في ولاية أو مقاطعة مانيتوبا هالبرنامج سهل بزاف، عاد من غير تنقيط من غير ولا شيء، يعني الخبرة والسيفي ديالك يكون مزيان، والنيفو ديال اللغة راه دايرين من 4 حتى الفوق، يعني النيفو 4 راه هو أضعف نيفو. فانتم وكنوصيكم الناس اللي دايرين بأنهم باغيين يجيو لهنا لكندا ويهاجروا، بداو ديروا ديكور ديال التقوية ديال اللغة الفرنسية والإنجليزية، غادي يساعدكم هادشي بزاف. فهاد المنطقة راه طالبة بشروط بسيطة، ما تلقاش أبسط منها في لي بروغرام، راه تقريبا كاين شي كدا و90 بروغرام في كندا كلها ديال الهجرة. وكيف قلت لكم هاد 2023 داروا تعديلات وتحسينات، وشافوا بأنه محتاجين بزاف ديال الفعاليات والمهارة، فهما كيحاولوا انه كل مقاطعه ديال البروغرام على حسب الاحتياجات ديالها. وانتم بطبيعه الحال مثلا الا دخلتي دابا غنوريك لائحه المشغلين وما لقيتيش الشغل ديالك، فانت في داك السايت ديالهم الموقع ديال هاد المدينه او الريجون اللي طالبه الناس، تقدر تدفع لهم السيفي ديالك ديك الشواهد وهذا، وهما بحال كيماتشيو لك. هما ملي كيتجمعوا مره في كل شهر كيشوفوا دوك لي سيفي طلبات الخدامي والهجره اللي جا، والمشغلين كيجتمعوا مع لا كوميونيتي هنا، كيسموا داكشي لا كوميونيتي بحال قلتي لا كومين، وكيشوفوا السيفي ديالك. الا شي مشغل عجبو السيفي ديالك كيمشي ياخذك وكيتصل بك، اولا انت غنعطيك لائحه المشغلين الا كان الشغل ديالك كاين كتصيفط له ديريكتومون. الشيء الاخر انه هاد المنطقه كتطلب لك سنه واحده ديال الخبره،
المهم كل مشغل اشنو طالب في النيفو اللغه، اشنو اللي غادي يطلب لك، ولكن كلهم راه فول تايم بلان طون لا ريزيدونس. يعني ملي كتاخذ لا كوميونيتي كتصيفط لك كتوافق عليك كتاخذ لا ريزيدونس بيرمانونت، يعني الاقامه الدائمه. وكيف تنقول لكم نهار تاخذ الجنسيه الكنديه بغيت تغير المنطقه تغيرها، وهذه المنطقه لافونتاج اللي فيها السكن فيها رخيص، السكن فيها رخيص ما فيهاش سكن يعني بزاف اهلا، ماشي بحال شي الا قلتي غتمشي لتورونتو ولا مونريال ولا غتمشي شي مدينه عامره وفيها الغلاف المعيشه. عندهم مدارس غراتوي، عندهم الصحه، عندهم كلشي القوانين. هنا كندا كلها نفس القوانين، غير كاين بعض الاختلافات من مقاطعه لمقاطعه. فكملوا معايا الفيديو، لاني دائما كنكد لكم نخرطوا في هذه القناه، ديروا سبسكرايب، ديروا شير، ديروا دي كومونت لايك. يلا نكملوا باش تشوفوا جميع الشروط اشنو تيطلبوا، كيفاش تسجلوا، وان شاء الله نسمع لكم اخبار زوينه بزاف. عاد كيف ما وعدتكم في بدايه الفيديو، فهذا هو البروجي بيلوت ديميغراسيون ديال لا كوميونيتي هنايا، واللي غادي نهضروا على بروندن في مانيتوبا. ولكن هما هاد البروجي راه كاينين فيه دوطخ ريجيون، وكل كوميونيتي دايره البروغرام ديالها، كلهم تحت السقف الفيدراليه الكنديه. ولكن كاينين دي دوموند اللي كيختلفوا على كل منطقه، كل منطقه اشنو الاسلوب ديالها، اشنو الشروط ديالها. وهذا الشيء اللي كتشوفوه هنايا، المعلومات هذا راه من السايت ديال الغوفرنمون، الموقع هو ديال الحكومه الكنديه. وبطبيعة الحال ملي غادي ندخلو المناطق منطقة منطقة، كيقول لك اشنو خصك دير، لا كوميونيتي كتحط داك السي في، كتحط ليكيفالونس ديالك، كتحط الخبرة ديالك، ومن بعد يعني كتبقى بعلاقة مع لا كوميونيتي، مع ديك المنطقة. حنا غادي نشوفو هاد المنطقة ديال براندن في مانيتوبا، وهاد براندن راه تقريبا عندها الحدود مع لونتاريو ومع ساسكاتشوان، واللي بغى يمشي لأمريكا يعني بشي ساعة وشي حاجة مع الحدود الأمريكية. إذا عبش تكون عندكم واحد الفكرة على الموقع ديالهم. فهنا غادي حنا نكليكيو على هذا الموقع ديال منطقة براندن. ها هما كيف كتشوفوا يعني المعلومات اللي عندنا على هذا البرنامج، وإلا بغيتوا ديروه بالفرنسية أو الإنجليزية فانتوما عندكم هنا يمكن ديروه باللغة اللي بغيتوا، بالفرنسية وحتى بالعربية، اللي بغى كان مرتاح أنه يشوف البرنامج في بالعربية. فهنا انت كتدخل الموقع ديال ديك المنطقة، ديك لا كومون سميوها احنا لا كومون، يعني مانيتوبا هي داك الاقليم، وهذه لا كومون اللي فيه. بحال قلتي واحد المدينة عندها برنامج ديالها باغا تجيب مهاجرين، وهذه المدينة مزيانة كيف قلت لكم، السكن فيها مزيان ما غاليش، وفيها يعني المدارس، فكل شيء اللي كتحتاجه. وهاد براندن راه هي ثاني أكبر مدينة في هاد المنطقة، فيعني يعني فيها بزاف الحوايج مهمين، والإنسان غادي يعيش فيها بطريقة مزيانة. فهنا كيقول لك اشنو المتطلبات والمعلومات اللي خصك تعرف. وبطبيعه الحال لي ريبريزونطون ايميغراسيون انتوما ما محتاجينش هادشي، كنشجعكم تصاوبوا لي داك السي في، لانه كيطلبوك باش تحط السي في بالانجليزيه. وبطبيعه الحال السي في يكون مخدوم مزيان باش انت يكون عندك حظوظ انه ما تدفعش مصاريف اكثر باش انت تدخل لهاد المقاطعات. راه سهل، سي في، ديبلومات، ليكسبيريونس ديالك، وتوكل على الله. المهم هنا كيحكيو لك على كل شيء، اشنا هما الاشياء اللي يمكن تاخذهم كمعلومات. وهنا بطبيعه الحال لي كونديدا باش ندخلو لهنايا، وهنا راه البروغرام كله كيهضر، غنحط لكم هادشي كلشي، البروغرام اشنو كيطلب، الكلاسيفيكاسيون هنا باش تشوف علاش هادي غنرجع ليها النوك او السي ان بي. سكو ملي كتصاوب السي في ديالك، انت مثلا تكنيسيان انفورماتيك، ولا انت طباخ او حلاق، او انت كوندكتور، او انت ممرض، او انت طبيب، او على حسب المهنه.
خاصك دايما فاش كتصوب السي في ديالك ارجع، هذا راه غندير لكم الرابط وتا هو حكومي، ها انتم كتشوفوا ديال الحكومه الكنديه، دايما سير وشوف المهنه ديالك. هنا راه المهن هما كيديروا من صفر حتى الخمسه، لانه صفر هذوك يعني الرتب ديال المهن العاليه، بريزيدون ولا مدير ديال شي شركه، وهذا وانت غادي وانت غادي حتى كتوصل المهن البسيطه اللي يعني ها هما هنا بحال نيفو كات. اشنو فيه كيعطيك كمثال هنا المربيين ديال الاطفال، وهذا النيفو 5 ها هما كيديروا لك بحال اللي كيديروا الديليفري، اللي كيديروا نيتواياج، اللي كيديروا مينتونس، اعمال خفيفه. فانتوما فاش غتصوب لي السي في ديالك هذا الرابط غنخلوك، غتمشي هنا مثلا كتكتب المهنه ديالك بحال دابا نيرس، ممرض، ممرض ها هو تيعطيك هنايا الكود، هو هذا ديما نحط لهم في السي في باش كيعرفك انت المهنه ديالك اشنو هي. لانه علاش حنا المهن مرتبطين بالصالير، ما عندناش كل واحد غادي يعطيك صالير مختلف على الثاني، كل مهنة معروفة شنو هو الليفل ديالها، النيفو ديالها، اشنو هو الصالير ديالها. فانت هنا كتشوف اش النيرس اش من الكود ديالك على حسب انتم، راه يمكن هذا ترجموه بالفرنسية باش تشوفوا الفهم اكثر. بحال دابا بغيت انا كوك طباخ، هاي كانت لكي على كيعطينا هو الكود ديالها 63 200، على حسب اناليست، شوف شوف المهن اللي انت باغي تحطها في السي في ديالك وتاخذ الكود ديالها. ما عارفش التيتخ ديالك اكزاكت، انت تقدر تشوف بحال هنا بانك اللي خدامين في الابناك اللي خدامين، وانت غادي على الصفحات تبارك الله نشوف الصفحه، هانت هنا كلشي المهن محطوطين هنايا. فهاد الصفحة غادي نخليها لكم بطبيعة الحال باش نتوما كتشوفوا اشنو المتطلبات. هذا غنرجعوا لي البروجي بيلوت هنايا، كيعطيك جميع المعلومات. وفاش كتدخل تكليكي على كونديدا هنايا، انا درت لكم هنايا الصفحة، كتدخل كتشوف اشنو طالب، هاي الناشونال اوكيبيشن باش تشوف اشنو هو الكود ديالك ديال المهنة ديالك. هنا الكفر ليتر كتشوف هنا اون لاتر دو ريفيرونس، مثلا كنت عند مشغلين دوك الوراقي ديال لا لاتر اللي كيديروا لك اللانجويج، اللغة باش تشوف النيفو نتاع الفرنسي والانجليزية، راه كتمشي وديروا لي زيكيفالونس، لي ديبلون كدير ليكيفالونس، القرايه ديالك لي زيكفالونس، المهم هادشي الورق كلهم. ولكن على فكره ما كتصيفطوش لي زوريجين الاصليين، كتصيفطوا لي كوبي سيرتيفي ولا هذا، وديروهم اون بي دي اف وديروهم اون كولور. اوكي، فهنا ملي كتشوف هادشي وكتشوف لو كود ديالك، غنخلي لكم الروابط، كتدخل كتكليكي على هادي هنايا. ها هو دابا في المثال هنا هادو هما المهن اللي كاينين، شفتي دابا كاينين، ولكن هما راه كل مره سير لهذا الموقع غادي نوريك، غتدخل وغتلقى مهن، فين ما غتمشي غتلقى مهن، وكل مره بوستولي. بحال دابا الا ما لقيتيش المهنه ديالك في هذه اللائحه، فانت كتمشي كتخيي هنا في هذه، او ما كاتبينها لك، الا ما لقيتيش المهنه ديالك كتخيي واحد البروفيل هنايا، وكتحط السي في ديالك وكتحط الشواهد وكتحط الخبره ديالك، وكل مرة كتدخل وكتشوف. وإلا لقيتي المهنة ديالك هنا شي مهنة ديالك، تاهي كتدخل وكتبوستولي ديريكتومون عند هذاك المشغل. ولكن هنا أول حاجة كتبدا هي كتخيي الأكونت ديالك هنا عندهم، يطرحوا عليك بعض الأسئلة، واش أنت عندك يعني اللغة، غتقول لهم نعم، لأنه غادي ديك الساعة غادي يكون عندك تيست ديال اللغه هي الفرنسيه الانجليزيه على حسب النيفو ديالك، لانه هنا ما طالبينش لك النيفو، ما قال لك لا 7 ولا 6 ولا 3 ولا 5 ولا، المهم انت راه غادي على اللغه ديالك نيفو 4 ولا 5 غتجيب الورق ديالو. هنايا ليدوكاسيون طبيعه الحال على حساب واش عندك ان ديبلوم تكنيك ولا جامعي ولا حرفي ولا دو بي، غادي يكون عندك الورقه ديالو، لان هما داك المستندات اللي غتصيفط يكون على هادشي اللي كتجاوب عليه. هنا قال لك
خاص يكون عندك تقريبا 1560 ساعة في دوك 3 سنين الآخرين، وخا يكون عندك المشغلين مختلفين ما كاين حتى شي مشكل. كنقول لكم هاد الصفحة تقدروا ديروها حتى بالفرنسية والعربية غير باش تفهموا الترجمة. المهم هنا كدير له يس. انت كيقول لك واش انت انك خدام هنا في كندا، انت غدير لهم لا، لانه انت عاد غتبحث على العمل. هنايا كيقول لك واش عندك لي فون باش تعيش هنايا، غدير لهم يس وغادي نوريكم بانه هنايا راه كاين باش تعيش هنايا. انت غتقول ايه، لانه تقريبا شي 2000 دولار الا كنتي ان بيرسون اللي خصها تجيبها، ماشي تجيبها معاك، كتصيفط لهم الوراقه وكتقول لهم ايه عندي هاد الفلوس سا بخي 2000 دولار. دابا ندير لكم الرابط ديال هاد الصفحه ديالهم. اوكي، هنايا باش كتخيل الكونت ديالك مع هاد لافي ديال براندن، كتدير الاسم ديالك مثلا بون، لانه غادي ما بغيتش انا نعمر هاد الصفحه. كدير الاسم ديالك والشخصي والعائلي، وكتبقى غادي كتكمل المعلومات هنا، كدير ليهم موافق، ومن بعد كتزيد تكمل الصفحة، لأنه أنا ما بغيتش نحط المعلومات ديالي. وانت غادي وانت كتكمل معاهم المعلومات اللي كيطلبوا لك، ومن بعد من غتوصل بأنه تكليكي على لو ليا وتصيفط السي في ديالك. لي فون اللي كيهضروا عليهم دوك هنا ابخي لو 22 سبتمبر 2022 هما بوغ هاد المقاطعة. فإلا كنتي شخص واحد اللي غادي خص يكون عندك 2290 دولار كنديان، كنتي انت والزوجة ديالك 2800، كنتو ثلاثة يعني انت والزوجة ديالك او الطفل. المهم بور شاك مومبر دو لا فامي سوبليمونتير 618 دولار، دونك على حسب انتوما شحال الناس اللي غادي تكونوا في هاد الملف. وبطبيعة الحال لأنه راه كتجيب العائلة ديالك معاك، هنا غادي تشوفوا بأنه هذه المدينة ديال براندن اللي في مانيتوبا، فالمعلومات كلها على هاد المدينة، المعيشة، السكن، الدراسة، كل شيء فيها. ولكن اللي كيهمني في هاد الصفحة هما امبلوا الخدامي، يعني من غير ديك الصفحة اللي هما حاطين في لو سيت اللي شفنا قبيلة، فممكن انت كذلك تجي تقلب على هنايا الخدامي في براندن وتصيفط لذاك المشغل. داك المشغل الا قبلك وعطالك واحد لو كونطرا ترافاي كتقدمو لا كوميونيتي فين وريتك فين تسجل، وديك لا كوميونيتي راه كتاخد هذاك الملف ديالك وكتراسل معاك، كتصيفط لك ايميل لاكسبتاسيون، ومن تما كتبدا الاجراءات الفيزا وباش تجي لهنا لهاد المنطقه. فهنايا فاش كتشوفوا هنايا اللي في براندن ها هما المهن اللي متوفرين، كاين في والمارت، كاين في كنديان تاير، سوبيز، ها هما بزاف ديال المشغلين اللي طالبين اليد العامله. فانتوما ما عليكم الا تدخلوا لهاد لي سيت وتقلبوا على ديك المهنة وتبوستوليو. كيف تنقول لكم السيفي ديروه اون انجلي، ويكون عندكم الوثائق ديال الشهادات والدبلومات والخبرة، كل شيء ديرهم اون كولور اون بي دي اف وصيفطو. وبطبيعة الحال هنا مثلا الصفحة ديال لافي اللي دخلنا لها في البروجي بيلوت هي هنايا، عندك هنا هاد المهن، هنا كتشوف هنا المهنة اللي بحال كوك ولا كونتر سيستم ولا اي كونستراكشنز ولا اي مهنة اللي انت كتوالم داك الخبرة ديالك. وإلا ما لقيتش كل مرة دخل وقلب راه كيحطوا المهن، لأنه هما لا فيل ديك لا كوميونيتي كتجمع اون فوا باغ موا وكيشوفوا لي سي في. فالمشغلين لقاو سي في فيه شي مهنة عاجبهم واخا ما كايناش في هاد اللائحة راه كيتصلوا بيك وكتبدا معاهم البروسيسوس. كنتمنى أنكم توفقوا ونسمع لكم خبر زوينة، وشاركوا في القناة وديروا شير مع أصحابكم باش يتعرفوا على هذه القناة، وخليوا لي دي كومونتير باش نبحث لكم عاوتاني على فرص عمل بطريقة سهلة. ولي التوفيق.
للجميع.